مسافرين رايحين فاكانس؟ أكيد حياتي مسافرين، أكيد ما فاكانس وصيفين، نازلين نسكن عند أمي حياتي. عند أمي؟ كيف عند أمي؟ مش مسافرين؟ كيف عند أمي؟ أمي ساكنة بدبي ونحن بجوني. وين مسافرين؟ شو طيب أنت صدقت إنه مسافرين؟ حبيبتي أنت نازلين نسكن عند أمي حبيبتي، يلا ضب أغراضك وأغراض الأولاد، ضب أغراض البيت كله، وصيت على بيك أب، أنا بعته للبيت، جمعة جاي السنة من المقر. شو نسكن عند أمي؟ ما أنت ما بتحب أمي وأمي ما بتحبك. شو جنات؟ لا حبيبتي لا جنات ولا شيء، بس حسبتها، حسبتها بكل بساطة، أوفر لي بكثير هيك حبيبي. كيف أوفر؟ كيف؟ اسألي حالك حياتي، اسألي حالك كيف فاتورة البيت كل شهر عم تطلع بين 600 و$700. إيه؟ الو مامي شو عم تعملي؟ الو مامي تغوقتي؟ الو مامي كيف بيعملوا المغربيه؟ الو مامي كيف بيفخموا البقدونس؟ الو مامي عامله دياغي شو بعمل؟ العمى بقلبك ما بتقلي هيك ننزل نسكن عندها تصير تحكيها مباشره اوفر بكثير حياتك. معك حق على الفكره، اوكي بس تقلها يلا حياتي انت طول لها عمرك يا قلبي انت. الو مامي نحن جايين نسكن عندك. ايه ايه انا والولاد والترين وجوزي. لا ما طلقت ماما، هن عملوا هيك الخبريه كرمال لحتى يطلعوا مصاري اكثر، عرفتي كيف؟ انه كانه طلقوا ورجعوا تجوزوا ويعملوا حفله ويطلعوا مصاري اكثر. بس شو ما انا كل يوم بشوفها بطلع بعمل حالي طالعة الصبحية واشرب قهوة وهيك، ايه وبلاقيها انه مش ما بتنشاف.